هاي اللي داك الطاله و شي صفه المكتب ديال السلطه المحليه باش يكون هنا تسليم الشواهد واستقبال الشكايات ديال المواطن. هذا الشيء ما فيه خير ان شاء الله. الان غادي يكون معنا عنصر ديال الاف ا وجوج موظفين وثلاثه عناصر ومنظفه ديال بحال المكتب السي الطيب والسي الخليفه في المستوى تكون مناسبة باش يتم دراسة الشكايات وكتابة الشواهد ومنح الشواهد الإدارية والشواهد العادية للمواطنين اليومية. الله يسر. يا ربي شكرا. نضعكم واحد حفلة الشاي.